المجلس نواب الشعب التونسي يصادق على تنقيح المحكمة الدستورية. لو تعطينا أكثر تفاصيل بشأن هذا القرار الذي صادق عليه البرلمان التونسي بالأمس. وأخيرا كريم، ربما بعد 10 سنوات صارت هناك حلحلة لمشروع هذا القانون الذي بقي طيلة 10 سنوات من دورة نيابية إلى أخرى محل تجاذبات سياسية بين مختلف الكتل البرلمانية ومن مختلف الأحزاب السياسية لحساسية ولأهمية ولمركزية مشروع قانون تركيز المحكمة الدستورية. إذن ب111 صوت وثمانية محتفظين ودون رفض تم تمرير مشروع قانون المحكمة، مشروع تنقيح عفوا القانون الأساسي المتعلق بالمحكمة الدستورية برمته في ساعة متأخرة من صباح يوم أمس في حدود الساعة الواحدة بتوقيت واحدة بتوقيت تونس. هذا التنقيح كريم ربما مفصلي في مشروع هذا القانون، بما أنه يشكل خطوة إيجابية وهامة في اتجاه تركيز المحكمة الدستورية، وربما حسب مراقبين المتغيرات السياسية على الساحة الوطنية وتعنت رئيس الجمهورية في ختم بعض الأحكام ورفضه التواصل مع السلطة التنفيذية الممثلة في رئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة، ربما حسب مراقبين هذا الذي دفع بالنواب إلى التعجيل في المصادقة على هذه التنقيحات في انتظار المصادقة على مشروع قانون المحكمة الدستورية برمته يوم 8 من نوفمبر القادم. ولعل أهم التنقيحات الواردة في مشروع هذا القانون، وأنت ذكرتها قبل قليل كريم في تعليق، فهو التقليص في الأغلبية باعتماد أغلبية معززة بثلاثة أخماس أي 131 صوت في حال عدم الحصول على الثلثين أي 145 صوت بعد 3 محاولات. وهذا التنقيح مهم ومهم جدا، لأن الحصول على 145 صوت لتمرير هذا المشروع صعب، وصعب جدا لأن هذا المشروع يخضع لتجاذبات سياسية كبيرة تحول دون تمريره ب 145 صوت، وقد جرب ذلك تقريبا في 3 دورات نيابية مختلفة. كذلك هناك تبني لمقترح الكتلة الديمقراطية ضمن مشروع القانون، وذلك بحذف كلمة تباعا. وهذا نعم، برأيك أستاذ محمد علي، الجلسة القادمة في 8 مارس هل يمكن أن نرى محكمة دستورية في تونس؟ من المرجح كريم أن نرى بحول الله محكمة، أو عفوا 8 أفريل يعني الشهر القادم. نعم، 8 أفريل من المرجح كريم أن نرى تركيز لهذه المحكمة الدستورية حسب التوافقات الداخلية بين مختلف الكتل النيابية، ولأن الظرف السياسي كما قلت لك كريم يفرض تركيز هذه المحكمة الدستورية لكي لا يحتكر رئيس الجمهورية تأويل الدستور كما يحلو له، وهو ما تسبب فيما نعيشه اليوم من أزمة سياسية خانقة. ربما هذا الظرف السياسي الحساس هو الذي سيدفع يوم 8 أبريل القادم. هل هناك أصداء عن ردود أفعال من الرئاسة ومن الأحزاب التونسية ومن مكونات الساحة السياسية التونسية عموما على هذه المصادقة التي تمت بالأمس؟ باستثناء الحزام السياسي الداعم للحكومة كريم الذي استبشر بتركيز بالمصادقة على هذه التنقيحات التي ستمكن من تركيز المحكمة الدستورية، هناك تعليقات لسياسيين ربما يدفعون رئيس الجمهورية إلى عدم ختم هذه التنقيحات لاعتبارات سياسية بالأساس تتمثل رأسا في دعم الحزام السياسي لحكومة المشيشي، وبالتالي التنقيحات هذه لن تكون في صالح المشهد السياسي العام ولن تكون في صالح رئيس الجمهورية، بالتالي هناك من يدفع رئيس الجمهورية إلى عدم ختم هذه التنقيحات، وهو ربما سيزيد من تعميق الأزمة السياسية في انتظار الأيام القادمة. سنعرف كريم إن كان رئيس الجمهورية سيختم هذه التنقيحات لكي يتمكن البرلمان يوم 8 أبريل القادم من المصادقة على تركيز هذه المحكمة الدستورية كما قلت لك، لأنها تخضع إلى تجاذبات سياسية عميقة، ورئيس الجمهورية دخل على الخط وقد كريم وقد قلت لك وقد
ليختم هذه في حالة عدم يعني مصادقته على هذه التنقيحات، ما هو السيناريو؟ ونحن لا نستغرب ذلك في ظل عدم يعني رغبته في تمكين الوزراء من أداء اليمين الدستورية. ما هي السيناريوهات المرتقبة في هذه الحالة؟ بالضبط كريم، قد ندخل في سيناريوهات أو في نفق مظلم، وسيناريوهات ربما قد تزيد من تعميق الأزمة السياسية في صورة عدم ختم رئيس الجمهورية لهذه التنقيحات المحكمة الدستورية. ونعرف أن رئيس الجمهورية لها الحق في تعيين 4 قضاة من رئاسة الجمهورية في هذه المحكمة الدستورية التي فيها تقريبا 12 عضو، البرلمان 4 أعضاء ورئاسة الجمهورية 4 أعضاء. ربما هناك تخوف كريم حقيقة من الحزام السياسي أن لا يختم رئيس الجمهورية هذه الأحكام، وهو ما قد لا يمكن البرلمان من التصويت على مشروع القانون الأساسي، مشروع تركيز المحكمة الدستورية يوم 8 من أبريل.